الأهلي يفقد نقطتين في صراع المنافسة في مباراة يعني مش جديدة من نوعها، موسم وفيلم يتكرر كل موسم، لكن أبطاله يتغيرون. السيد فتحي، أحمد حمدي، إبراهيم، نور الدين، ملعون الكورة اللي صوتها أعلى فيها من صورتها، ملعون الكورة اللي وشوشها فيها مكشوفة، في مباراة لابد أن يتم فيها طرد محمد الشناوي عشان كلمة الحق، وإبراهيم نور الدين حكم اللقاء، مباراة ما بتشوفش فيها غير حكم بيستخدم إيديه بدل من صفارته، سيناريو متكرر. إبراهيم نور الدين اللي حسب من 5 أيام كرة محدش شافها أبداً غير 2 في مصر، في ضربة جزاء مع الزمالك للاتحاد السكندري حسبهم أو شافهم بس إبراهيم نور الدين وأحمد الشناوي يتغاضى عن ركل الجزاء. مفيش أوضح من كده ولا أسهل من كده، لكن السنائي أو الثنائي مختلف المرة دي. محمد أبو خاطر الفتى المدلل لعصام عبد الفتاح والمتواجد في كثير من اللقاءات رغم عدم خبرته مع إبراهيم نون. محمد محمود لطفي هو كمان لابد أن يكون له مشهد في الصورة، يتغاضى تسلل لا يراه إلا محمد محمود لطفي. على العموم سيناريو لكل الناس اللي متشاهد اللقاءات أو بتتفرج على مباريات وملهاش علاقة أبداً بودنها، لها علاقة بعقلها وبعينيها، هتعرف إن السيناريو ده بيتكرر. وأنا من حوالي 2 أسبوع 3 من دلوقتي قلتلكم، فاتوا 2 أسبوع 3 فاتوا، قلتلكم لما يجي مشهد إحنا أحسن حكام في مصر قولولي كابتن عصام عبد الفتاح لك الميكروفون في كل القنوات الفضائية، مستنيينك تظهر وتقول كلام كتير جدا جدا عن الحالات التحكيمية اللي موجودة في الوقت الحالي. لكن خليني أقولك اللي هيتقال، دي أخطاء واردة وكل الحكام اللي عندنا فوق رأسنا من فوق وكلهم مميزين، لكن هو ده إبراهيم نور الدين. عزيزي إبراهيم نور الدين، تذكر دائما من أعان ظالما ذل على يديه. لا يعني كفاية كده، خلينا نتكلم مع نجومنا كابتن ماهر.